اجت بعد طبعا شهر رمضان والإقبال الكبير اللي كان على المسلسل، واجت عن طريق مزحة انه نحكي انا والمنتج زيف أطرش انه لو انه بنعمل مسرحية عن موضوع بعد الحارة كثير بيمشي. فطلعت بعد اسبوع وكان في فكرة جاهزة، طلعت من منطلق فكرت فيه انه التلفزيون وهذا المسلسل بلعنا حياتنا كلها. فشوي شوي تطورت انه المسلسل ببلع بني ادم لداخله وبيطلع بني ادمين من داخله شخصيات منه. شيء مش تقليد لباب الحارة بالاساس، في اكتر اعتماد على باب الحارة، يعني هي الشخصيات وهي اللهجة واللغة. التقليد كان ممكن يكون لو انه جبنا مشاهد من باب الحارة وملتلناهم على المسرح، بحسب رأيي فكرة كتير سخيفة. التقليد موجود بالشخصيات، والعمل المسرحي نفسه عمل أصلي كأنه اللي انكتب خلال المراجعات مع تطوير الفكرة الموجودة كانت. فهي مش تقليد، هي بالأساس تقليد شخصيات، استعمال الشخصيات في قوالب تانية، وهذا يستعمل في الكوميديا ويستعمل في الأساس في الباروديا اللي بتنعمل على أشياء موجودة. ثلاث شغلات جديدة كانت بالمسرحية، كيف لخصناها. الأولى من ناحية الفكرة، وهي فكرة نقل فكرة سينمائية بالأصل ل من بريت المسرح لناس اللي هي حاضرة مسرح كتير في البلاد والخارج، كأنه كتير عم تعجبهم فنيا. إيش التجاري ما لخشبة المسرح. والقضية الثانية هي هذا إخراجك الأول في البلاد، وأيضا بالنسبة للمنتج هو إنتاج أول على صعيد المسرح. كيف جمع الثلاث أمور مع بعض؟ هو يعني كتير هي مخاطرة ومغامرة ومقامرة الشغلة، إنه أول إشي نجيب مسلسل قد محبوب، مسلسل قد حبوه الناس، بيعرفوه بالتفاصيل، بيعرفوا كل حركة عين موجودة عند حدا من الجمهور أو من الشخصيات أساسا. فكأنه تقبل الناس للموضوع له كتير قوي كان بالبداية، لأنه اسم مسلسل باب الحارة بيجيب الناس تحضر، بس المسرحية نفسها بتخلي الناس تيجي تحضرها وتنبسط فيها وتطلع ويحضروا كمان عروض. يعني هاي كمان بقدر أضيفها للناس اللي بيقولوا إنه اسم باب الحارة هو اللي بيسوق المسرحية، أنا بقوله هو اللي أعطى الدفش الأولى. المسرحية لو إنها كانت عاطلة كانت بتفشل، لأنه كانت بتكون مقارنة في المسلسل نفسه. بالأساس كل الإنتاج كان بأساس قاعدة إنه ينبنى مسرح عروض اللي هي مبنية على أساس تجاري. أساس تجاري بمعنى إنه التسويق والقاعدة الشعبية تبعت التسويق تكون زي ما بنباع أي منتوج، عن طريق يافطات بالشوارع، عن طريق مسوقين، عن طريق عمل تسويقي قوي، اللي هو هذا كتير شبه معدوم بالمسارح. أغلب المسارح المحلية وكتير بتشكو من موضوع التسويق الموجود، فهذا هو التجاري. من ناحية مضمون، بتخيل المضمون للناس اللي عم تحضر وعم بتشوف من كل الفئات، يعني عم نحكي من أطفال لكبار لعيال، لناس بالمسرح، لناس من بريت المسرح، لناس اللي هي حاضرة مسرح كتير في البلاد والخارج، كأنه كتير عم تعجبهم فنيا. فالإشي التجاري ما أثر علينا زي ما الإشي الفني ما أثر على الإشي التسويق الموضوع. فهذا كله مع بعض كمان إنتاج لشركة بي اي تي ال، إنتاج أول من نوعه كأنه نعمل بهذه الطريقة، وبس للأحسن، لأنه كل واحد بيعرف شغله، الإنتاج عارفين شغلهم، عارفين شو لازم يسووا، الطاقم الفني من ممثلين لإخراج لمساعدين إخراج لتقنيين إضاءة صوت مكياج، طبعا اللي هو صعب شغل كتير صعب، ملابس، كله اشتغل بأساس واحد، بقاعدة روتينية واحدة لشغل. شوي طالع على إيطاليا، في عندي كمان عمل بدي أخرج راح يطلع شهر 7 في مهرجان كبير بإيطاليا، وكمان شهر طالع أختار ممثلين من إيطاليا ومن إيرلندا، وبعديها رح نبدأ مراجعات بشهر 5، نستمر شهر 7 عمل على مشروع كبير بموضوع التضحية في الثلاث أديان، اللي هو موضوع كتير شيق مخدينه بأبعاد سياسية ودينية وعالمية.